لقاءنا الأخير بحلقتنا لليوم رح يكون مع خبيرة الموضة لينا حمودي. بونجور لينا. بونجوريتا، نورتينا حبيبتي، أنت منورة. قبل ما نبارك لك بالتكريم يلي حصلت عليه بمنطقة إربيل، بدي لك شو هاللوك الغير شكل مرسي. يعني والريش. مرسي مرسي. الريش مثل ما كنت عم تقولي لي انه بده شخصيه تكون جريئه تقدر تلبس الريش. كنا عم نحكي قبل الهوا. صح مزبوط. الريش بده شخصيه، طبعا امراه جريئه. جريئه بمعنى الشخصيه تكون جريئه، انه تكون ان مع انه تقدر تلبسه وتتحمل، لانه بتعرفي ممكن تنتقدي بعض الاحيان. صح. انه يي ليكي كيف طالعه وريش، وحنكون كثير طبيعيين انه ليكي مثل الدجاجه وما بعرف شو هيك. فهيدي هون انا قصدي بالجراءه، انه انت تكوني مقتنعه وشايفة انه هيدا الشيء اللي بقلك ومرتاحة فيه. لينا مبروك التكريم اللي قلت لك عنه ببداية الحلقة، خبرينا كيف كان؟ كان التكريم كتير حلو، وبدي اشكر بهالمناسبة مؤسسة سوسن العالمية على رأسها الدكتورة سوسن ملكتنا، يلي عن جد بشكر ثقتها فيي وعطتني هاللقب سفيرات، خبيرة سفيرات الموضة ل 2024. فأنا عن جد بشكرها من قلبي، هي داعمة دائما للمرأة، كانت وما زالت. تحية كتير كبيرة للست سوسن السيد، أكيد لدعمها الدائم للإمرأة. نحن عم نشوف التكريم هلأ سوا. تجربة حلوة كانت. تجربة حلوة، والدكتورة فعلا يعني شهادتي مجروحة فيها بتنظيم المهرجانات، كان مهرجان رائع بمدينة أربيل بالعراق. كيف قدرت لينا تكسب ثقة النساء؟ ثقة النساء منا شغلة، انت بتعرفي ريتا، انت سيده وبتعرفي انه تتوثقي بحدا يعطيك رايه منا شغله هينه. كانت رحله طويله بخبر يعني بالموضه، وطولت يعني، كان فيها انجازات، كان فيها طلعات ونزلات، يعني ما لنا شغله هينه. فطبعا دعم السيده اللي وثقت فيي وبشكرها كثير، اي سيده اللي كان يعني هذا بتبني علاقات مع للسيده، بدك توثق فيك، ترتاح معك، تكوني صادقه دائما معها، يعني تلبسيها شو بيلبق لها، شو هي مرتاحت له. هون بدنا نحكي كمان عن مزاجية السيدة، يعني أوقات بتكون مش رايقة لها، أنت بتعرفي كمان الظروف يلي عم نمرق فيها أو ما عم تمرق فيها، خاصة يمكن تغيرات بشكلها، يمكن كانت ضعيفة رجعت صارت ناصحة لأسباب يمكن ميديكال، أنت بتكون عم تواكبيها بكل هالتفاصيل، وخاصة إنه حضرتك دارسة علم اجتماع. صح. فهون يمكن بتسهل لك الأمور أكثر. دراستي بعلم الاجتماع ساعدتني كثير اني اقدر يعني اتخطى هالمراحل مع السيده، طبعا وهيدا بخبرتك الطويله، وبده يكون عندك سرعه بديهه، يعني اهم شيء تقدري تعرفي شخصيه السيده، اليوم شو بها، شو حابه، شو زعجها، ما فيك انت تفرضي عليها، دائما بدنا نريحها، بدها تكون هي مرتاحه، يعني تحاولي دائما تعملي هاللينك بينك وبينها تتكونوا اثنيناتكم مرتاحين، وبدك تكوني صبوره وتتحملي. لانه مثل ما قلتي في مزاجيه بالموضوع، بدك تتفهمي هالموضوع كثير. طيب التمييز بين سيده والثانيه، يعني كيف بتقدر تنقي لها الستايل او شو يلي بيلبق لها، خاصه يمكن لو كان كانوا اخوه او شكله ذات الشيء. بدك تشوفي الشخصيه، بنرجع على كاركتير السيده، في عندك السيده الجريئه يلي يعني بتكون ان معك اذا شيء بيلبق لها بتمشي معك دغري، في عندك السيده اللي لا بتعاني معها اوقات انه لا انا ما فيني هيك، ما بحب هيك. بدك دائما تشتغلي يعني بنبلش من الشخصيه، من شو بتحب، من الانت على السيده لنطلع على الاوت. هون بنحكي انه سيده بتتميز عن سيده ثانيه يمكن بشغله بسيطه. طبعا اكيد في تميز، بنرجع للكاركتر، للشكل، للجسم، للوقفه. لينا كمان بدنا نحكي اكثر عن الموضه يلي هي بتعرفي انه شيء دارج، الشخص بده يمشي على الموضه، بس انه اوقات ما بيكونوا لابقين له، اوقات بنشوف كثير اشخاص لابسين قصص انه يمكن مش لعمرهم. كلنا بتعرفي انه بنحب الموضه، وخاصه المراهقين، المراهقين يعني بيمشوا على الموضه بشكل فيني اقول اعمى. دائما السيده بس تنضج بالعمر بتختلف، بنصير يعني انت بتعرفي ريتا بنغير، يعني بنصير نعتمد الموضه بس بشيء بيلبق لنا، بشيء بيناسبنا، بشيء بيناسب كاركترنا، مش بالضروره نكون مثلا نقول اليوم دارج الاورانج،
اذا انا حدا جسمي مليان ما بيلبق له الاورانج وما فيني اعطي فل لوك اورانج، فيني امشي على الموضه بس باسلوب، يعني فيني احمل الساك اورانج، فيني اخذ الشوز اورانج، يمكن الاكسسوار تاعي اورانج. هون بتكون دخلت الموضه، بتكون نحن دخلنا الموضه بس حسب ما انا بيلبق لي. إذا بدنا نحكي كمان مثلا عن الريش، ليك الطريقة اللي أنت مثلا لابستيون مش أوفر ريش، بس أنا دخلتيها بشكل مهضوم. هلا دخلتها بشكل أنا شو بحب وشو بيلبق لي، لقيته مناسب لإلي، في ناس يمكن بيلبق لها الريش ريتا بس فيني أشتغل لها إياه على الكمام، يمكن جسمها كثير مليان ما فيني أعطيها فوليوم من تحت، أو يمكن هي كاركتيرها ما بتتقبل إنه تلبس بانت بقلبه ريش تمشي، مشيتها يمكن تختلف عن مشية سيدة أخرى، فممكن حط لها الريش على الكمام ضروري حط لها اياه فول لوك. ما هيك كخبيره موضه يعني ما ضروري بس نكون هون عم نحكي عن اللبس، في كثير امور ثانيه ريليتد لبعضها، يعني في لبس فيك تكون عم تلبسيه بس بذات الوقت مش عطيتيه قيمته لانه في كثير قصص لازم تكون عم تركز عليها كمان. الفول لوك هو شغله كثير مهمه، ما فيني انا اليوم كون لابسه حلو وعامله ميك اب منه لابق مع الستيل اللي انا لبسته، فيني كمان كون لبس كتير حلو بس يمكن شعراتي ما نظبطين على اللوك اللي أنا لبسته، فالفول لوك خبيرة الموضة بدها تتبع بتكون مسؤولة، يعني متابعتك ريتا اليوم من آتوزت فينا نقول للفرنيل اللي حاطتيه للأكسسوار للأنتي وين رايحة للمناسبة اللي رايحتي لها صبح غير عشية غير على السانست، هيدا كله له تأثير. حتى انا الاوتفيت فيكون عم نلبسه الصبح فينا نكون عم نلبسه الظهر، هو ذاته هو نفسه بس هو غيره بحركه، يمكن حط بليزر يمكن حط سنتور غير الشوز اللي لبستها، بكون الصبح لابسه دريس اسود عادي مع سنيكرز، عشيه البسه مع هيلز مع بليزر. في الوان معينه بتحسي انه اذا الصبيه كان لون شعرها معين مثلا نقول اشقر، في الوان ما بتلبق لها يعني ما لازم تكون عم تلبسها وتبعد عنها؟ هيدا بدك تعملي له اناليز، بتاخدي لون البشره لون الشعر وبتشوفي السيده شو هن الالوان اللي هي ان معها. يعني هون بتلاقي سيدات لبق لها هيدا، هون بيقولوا هيدا اللون شو لبق لك مظبوط، بكون له خاصه بالبشره. صح اكزاكتلي بشره شعر هون عم بركزوا كثير على هيدا الموضوع حاليا. طبعا الاناليز للسيده قبل ما نحن نلبسها. إذا بدك تنصحي هلا سيدة ما تحس حالها إنه لازم تكون مثل رفيقتها لابسة أم عاملة مثلها؟ أنا بقول كل سيدة عندها كاركتيرها، فخليكي أنت دايما، وبدي أقول للسيدة دايما اطلعي بالسما، السما فيها نجوم كثير مليانة وكلهم مضويين، بس في دايما تلفتيك نجمة واحدة بتكون الضوء فيها بتنقيها أنت، الضوء فيها كثير قوي، فدايما اهتمي بحالك زياده، واذا منك قادره خلي حدا يساعدك كخبيره موضه لحتى تضلي انت نشوفك هيدي النجمه اللي مضوايه بالسما. طب كخبيره موضه لينا قد ايه لازم تواكبي الموضه والفاشن والتطور يلي عم بيصير؟ لازم تكوني يعني على طول انت بتعملي ورك شوبس وبتطوري نفسك، لازم تكوني ابديت بكل شيء، حتى لو شغلات انت بعيده عنها، تعرفي شو دارج، تشوفي عروض الازياء العالميه الداخليه، تشوفي مصممين الازياء، تشوفي القماش اللي دارج، الاكسسوار، شو ان الاوت اوف بوكس كمان دائما لازم تتابعيه، لو ما انت بتحبيه، كل شيء لازم تكوني مطلعه عليه، لتقدري تعطي رايك وتعرفي السيده شو لازم تكون لابسه. هلا قابلين على شتويه على فصل الشتاء، برايك هيك اذا بدنا نعطيهم مش رح نحكي فيهم لانه رح نكون عم نعمل حلقه ثانيه، بس اذا بدنا نقول هيك كم شغله للمشاهدين شو ممكن يكون دارج الالوان كل هول القصص ريش مريش. انا رح خلي لك اشياء لبعدين مثل ما قلتي حتى ما نحرق الامور، بس بقول لهم انه الليوبار دارج بقوه راجع رجعه قويه كثير. طب بس لازم نحكي عن الليوبار لانه كمان كثير دقيق هذا الموضوع، لانه بتلاقي ليوبار بالسوق بس بتحسيه انه تشيب ماشي تشيب وتبقى النقشه غير عن غير نقشه. انا عم بحكي الليوبار هو الليوبار المضبوط، النقشه الالوان اللي بتروح للبني والاسود هيدي النقشه الطبيعيه، وطبعا الليوبار بده قماشه ثقيله لانه بيعطيه اناقته، وطبعا برجع بقول لك بده امراه جريئه. صح مزبوط مش اذا عم نحكي عن فول لوك، بس طبعا فينا للمرأة اللي ما لنا جريئه هالقد تاخده بي يعني مثل ما قلنا بساك ببالت باكسسوار، بس راجع ريتا بقوه.
لفتنا فيديو لك على السوشيال ميديا عم تحكي فيه عن دراس الاسود، كيف فينا نكون عم نستعمله للديلي يعني يكون كاجوال، اما كيف فينا كمان هو ذاته نروح فيه على ايفنت اما مناسبه. هذا الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه هلا قدامهم انه تنسقل قصص معهم، يعني ان كان البالت يعني ممكن تزيدي له بالت بتصير فيك تروحي فيه على عرس، اذا شلتي له الدرس الاسود بخزانتك يعني هيدا انفستمنت يعني ماست هاف لكل سيده يكون الدرس الاسود، لانه انت بتعزيه بكل الاوقات، صبح ظهر عشيه، انت عندك انترفيو مقابله، لازم يكون كلاسيك ستايل، وانت بالستايل اللي بتغيري له اياه ممكن تحطي له شميز سبورت تفتحيه فوقه مع اسبادري صار لوك نهار، ممكن تحط له بليزر تروحي فيه على ميتينج او على اليوم انترفيو انت عندك اياها، ممكن تلبسي له هيلز تحطي له بلت سانتور واكسسوار قوي كثير وتطلعي فيه عشيه. هذا الدرس يعني الاسود اللي عم نحكي عنه لازم يكون ثقيل، لانه كمان بتلاقي دراسز كثير وخاصه بتقول انه درس اسود، الدرس الاسود لازم يكون تقيل. اذا بدنا نقول انفستمنت بخزانتك سو لازم يكون اكيد اهم شيء نهتم بقماشته، لانه انت رح تستعمليه كثير، واللون الاسود كل ما كانت القماشه ثقيله كل ما بيكون الداركنس بقلب القماشه قوي، واستعماله كثير يعني المفروض يكون قماشته ثقيله تضاينك وقت اكثر، فما تأسفي إذا دفعتي حقه. إذا بدنا نحكي عن قماشة بتغش يعني ممكن تشتريها تكون رخيصة بس بتبين إنه هيدي لا قطعة رخيصة، اللون الألوان إذا ما أنا نحكي كقماش اللون بيفضح ببين إنه هيدا لا خفيف. شوفي بالألوان اللي عم تحكي فيها، مثلا أنا بالنسبة لإلي إذا بدي ألبس أورانج مع زهر أو أحمر مع زهر دايما هول الألوان اللي كتير صعبة أنا برأيي، أو أورانج مع موف ما ممكن تاخديها إلا بقماشة كواليتي هاي، لأنه بس تكون بكواليتي ببين دغري ضعيفة ببين يعني ما بيعطي رونق كل شيء. القماش بتلعب دور كتير كبير، أوقات نلاقي نفس القطع نفس الريش. أنا إذا بدي أحكيكي عن الريش، هيدا الريش في منه عدة أبواب، في منه الريش اللي ما بيعطي فخامة، في منه الريش اللي كيف ما تحركتي بطير معك واللي بيفهم فيهم بيعرف من النظرة من بعيد انه اي انت اي كواليتي حاطة او اي كواليتي لابسة، اوقات نفس القطعة غير قماشة ببين اي اتقل واي اهم. اوقات بنشوف قصص عم تنزل من التياب، مثلا ريش بتبقى ماشي المدام وعم بهر ريش ضحكتي هون بتدل انه القطعة منا غالية، اما لا ممكن تصير هلا ممكن تصير ريشه اثنين بس انه بتهر هي وماشي ماشي وراها اكيد يعني بتمشي وراها اكيد بيكون الكواليتي تاع الريش منه هاي. لكن هون بنحكي عن الريش اللي ببين كمان تقله دغري طبعا ان كان حسب ما شفت من انا بعرف من وراك يعني بعرف انه الريش اللي بتحسيه ثقيل هو اللي بيبقى هيك عم بيمشي معك لا انت عم تتحركي بس هو عم يتحرك بهدوء معك. هلا لا شو ما نعمل ما بنعمل دعايه اكيد يعني هلا، بس انه الكواليتي بتفرق، اللون بيفرق، سماكة الريش قد ايه بتحطي تور على يعني الريش الخفيف يمكن تحطي ثلاثة تور تيعطيك كثافة، بينما الريش الثقيل ما بتحتاج بتحطي تور واحد خلص القطعة عطت رونق. في فترة ما عدنا شفناه للريش، هلا حتى بفساتين الأعراس عم نشوفه بشكل كثير كبير. وباقي الريش حتى هلا بالشتا شفت عم جرب اخذ منك سكوبات ما بعرف لو يا ريتنا جبنا صوره حتى هلا هيفا باخر قطعه لها حتى لقح عليها بس الريش اللي عرفتي يعني الاوفر. لكن مشاهدينا على موسم الشتويه رح يكون عندنا الريش دارج والليوبار، بعدك تقول لنا شيء خلص بس اليوم ما بدي اقول لك اكثر من هالقد خليهم للحلقه الجاي. اليوم حمودي نحن بدنا نشكرك خبيره الموضه، اكيد رح ترجع تطلع معنا بحلقه ثانيه ونحكي عن شو دارج للشتويه. من هلا لوقتها اكيد بدنا نرجع نبارك لك بالتكريم حبيبتي. ثانك يو لك وثانك يو للاو تي في على هالاستضافه وعلى هالمباركه. شكرا لك مشاهدينا، هيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، تورونا بكره بحلقه جديده.